وصل عدد الحجاج الذين تلقوا العلاج بعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لنحو 3700 حاج، هذا وتم احتجاز 21 حالة بالمستشفيات فضلا عن خروج 4 حالات منها. مع تزايد إقبال ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة، واصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها على مدار الساعة من خلال كوادر طبية لتقديم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين أينما كانوا بمقر إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. احنا كان الخطة الأولانية إن احنا هنبتدي ب 16 عيادة، بعد ما نزلت اللجنة كل يوم بنتفقد الفنادق اللي المقيمين فيها الحجاج، بنكتشف احتياج أكثر للعيادات، بكتشف إقبال أكثر. النهاردة حاليا عندنا 21 عيادة، كل عيادة شغالة فيها تخصصات مختلفة وعلى مدار ال 24 ساعة، وإن احنا في احتمال عيادتين أو ثلاثة تانيين يتم فتحهم بجانب التوعية المستمرة اللي بتتعمل للحجاج. والتوعية ديت الوقائية دي أنا شايف إنها من أهم الأزرع، لأنه ده بيساعد الحج إنه يقلل نسبة إن مرض. احنا في إقبال شديد حاليا، احنا قربنا نوصل ل 2000 حالة، واحنا لسه في البداية، قربنا نوصل 2000 حالة كشف. أغلب الحالات اللي موجودة حاجات ليها علاقة بالالتهابات الصدرية، حاجات ليها علاقة بالتهابات المفاصل نتيجة للمشي فترات طويلة. يعني عندنا مجموعة من حالات الأورام الحمد لله تحولت على المستشفيات، راعينا وضعية يعني أهالينا مرضى الفشل الكلوي، والحمد لله في تنسيق كويس قوي مع الجهات السعودية في الكلام ده. النهاردة كان عندنا اجتماع في وزارة الصحة السعودية عشان التنسيق الكامل لتحويل الحالات، وبدور العبادة بمقر إقامتهم لتوفير الأجواء المناخية وسبل الراحة والأمان خلال أدائهم الفريضة. ان احنا مثلا بننبه عليهم ان هم ما يتعرضوش لاشعه الشمس المباشره من غير ما يكون معاهم شمسيه او كاب يحميهم قد ما يقدروا من اشعه الشمس، يشربوا سوائل كتير وميه علشان تعوضهم عن الفقد اللي بيحصل لهم نتيجه العرق من الحر. ممكن كمان بناكد قوي على موضوع مرض السكر، ان هم ما يمشوش حافين اطلاقا من غير حاجه في رجلهم. كمان بناكد على موضوع الاكل، ان هم ما يخزنوش الاكل بكميات كبيره، لان الثلاجات هنا مساحتها صغيره، اعداد الناس في الاوض بتبقى الى حد كبير مش هتستوعب كل ده، فتخزين الاكل ما فيش ضروره ليه، لان هم بالفعل الاكل متواجد وبكميات كبيره. تخزين الاكل ده ممكن يودينا مشاكل ايه؟ ممكن يودينا ان هو لا قدر الله يعمل نزلات معويه. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما قدم لهم من خدمات علاجيه على مدار الساعه. بشكي من تعب في مريء في المعده، وجيت هنا عشان اكشف ويدوني العلاج اللي يريح. قاموا معايا بالواجب وكشف عليا وعطاني العلاج اللي انا محتاجاه المعدة. ممتازه، جزاك الله خير، كلكم ما شاء الله عليكم، البعثه الطبيه كلها زي الفل. مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على مكة المكرمة، تتزايد معها حالة الاستنفار القصوى من قبل أعضاء البعثة الطبية، فهم في تواصل الليل بالنهار لتوفير الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة. من مكة المكرمة، محمد حلمي، التلفزيون المصري.